J'aime la Jumaïa Touharan. Amusant, on est un peu stressé, mais on se fait plaisir. عجبتني بزاف. إن شاء الله نشرفوا المولودية إن شاء الله. دربوكا شاسون لا ميغ جاو لي زي قرونجي بزاف. ونشكر اسمو بارادو على التنظيم روبي نور دو فرانس. هالي شباب زوج دو يا دي غراند زيكيب سي امبرسيونون فوالا برشا ايكيبيت باهيين يلعبوا كوره موي بيان طول موي بيان كي كوا موي بيان على الفوتبول موي بيان طول استقبلونا بالكدا. هذه الأجواء صنعها أطفال 14 نادياً المشارك في الطبعة الثالثة للدورة الدولية التي أصبحت تقليداً سنوياً ينظمه نادي أتلتيك بارادو. اليوم فرحانين بالحضور تاع كل الفرق الأجنبية اللي تتكون من فريق من إسبانيا يعني فريق فيلا ريال وفريق شقيق من تونس تاع الكلوب أفريكان وفريق آخر تاع روبي من فرنسا وكل الفرق الجزائرية المشاركة. الدورة كانت مهرجانا استمتع من خلاله الأطفال بكرة القدم في مباريات عرفت مستوى تنظيميا وتقنيا جيدا. الهدف من المجيء إلى الجزائر هو اكتشاف عالم آخر بالنسبة للأطفال وكذلك العودة إلى الوطن الأم للكثير منهم، وبالإضافة إلى الاستقبال الحار فإن المستوى كان جيدا بمشاركة نواد معروفة ومن دول مختلفة. هي مبادرات مشرفة وفرص رائعة لاكتشاف المواهب الناشئة وتبادل التجارب المعارف الثقافات والخبرات.